يمكنش باش تزوج بلا الاذن ديال الوالدين ديالها، حيت تقدر ملي تزوج من بعد يعني توقع في مشاكل، توقع في بزاف د الحوايج، ديجا الوالدين كيوقفوا مع ولادهم، يعني مستحيل يعاملها زوين. علاش؟ حيت يعني الوالدين كيعطيو البنت واحد يعني واحد القيمه، يعني الا تزوجات بلا ما يعني ما نظنش غادي تعيش حتى في الحياه ديالها ما غاديش تعيش مرتاح. انا ضد هذيك الفكره، يعني الفكره ديال ان البنت تزوج بلا خبر والديها ما نقدرش نديرها، حقاش يعني انا والديا هما رباوني وكبروني، يعني ضروري الموافقه ديالهم، الموافقه ديالهم هي الاولى، نقدر نسمح في السيد اللي كنبغيه على قبل الوالديه. ضد ان البنت تهرب مع واحد بلا خبر عائلتها، لا لانه ماشي العائله هي الاولى، اما الراجل راه كيتعوض، اما الام والوليدات زعما الخوت وداكشي ما كيتعوضوش. غادي يجي خايب، غادي يجي خايب، لانه اصلا الموافقه تاع الوالدين كتخلي الرضا زوين، ملي كترضي عليك امك كتخليك صافي، راه كلشي كيدوز عندك في حياتك زوين، الاولاد وكلشي، حتى ولادك تيكونوا معاك مزيانين، فهمتيني؟ دابا كتجي بلا رضا الوالدين كتجي خايبه، كتجي خايبه بحال شي وحده لقاها في الزنقه وداها. لا ما كيدومش، انا ضد، لا ما كيدومش، لان هادشي بحال ما تزوجاتش به، بحال غير مصاحبه مع هذيك الساعه. رضا الوالدين باش كيتحسب زواج ويتحسب زوين داكشي. لا سيرتو ماما، انا ماما عندي فوق الراس، ما نقدرش، لا ما بغاش والدين صافي، لا رضا الوالدين هي كلشي، الا ما نتزوجش. حتى قلت لك رضا الوالدين هي كلشي، وما كانش رضا الوالدين ما غاديش تكمل الحياه الزوجيه، تكون فاشله او تولي عمليه تعدي. غندير داكشي اللي قال لي راس، قال الطالياني رضا الطالياني، قال لك دير لي، قال لك راس دير لي صافي غتزوج به، غادي تزوج به صافي، ما بغاوش وانا باغيه ومتبتبي وتنبغيو هادي، انا غنتزوج به. وعلاش نجح لما انا غنتزوج به؟ علاش تنجح انا؟ علاش انا تنجح؟ انا كنت انا باغي، علاش ما تنجح؟ غتعيشي عذاب. انا ضد هاد الفكره، حيت الوحده اللي بغات تزوج بعلاقه حب، لا ضروري بالموافقه ديال الوالدين باش ربي يكمل لها بكل شيء، بالرضا ديال الوالدين ديالها، حيت كل شيء على الرضا ديال الوالدين، حيت السعاده اللي بغات تكمل تتكمل بالرضا ديال الوالدين ديال فاشل. عادي الا كان هي مقتنعه بي وباغي ما عنديش مشكل، عادي غنشوف انا اللي غنزوج به ماشي دارنا اللي غادي، ولكن عاوتاني حتى والدي خاص يكونوا راضيين على داك الشيء، داكشي اللي بغيتي يكونوا تما بغاو، ولا كان ما بغاوش غنقنعهم، غنحاول نقنعهم حتى يبغيو.